أكدت سفارة دولة الكويت لدى السودان التزامها بكافة واجباتها تجاه المواطنين المقيمين بالسودان ورعاية مصالحهم على الوجه الأكمل. هذا وكانت سفارة دولة الكويت بالخرطوم قد تابعت أحوال الكويتيين بالسودان على خلفية الأحداث الأخيرة، وقد عبر عدد منهم عن الشكر والتقدير بالجهود التي بذلتها السفارة وأعضائها. حالة من الرضا والشكر سادت الأجواء التي جمعت بين سفارة دولة الكويت لدى السودان وعدد من المواطنين الذين عايشوا الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان. المواطنون الكويتيون أكدوا أن أوضاعهم بالسودان سارت بكل سهولة ويسر رغم الأحداث الأخيرة. السفارة ما قصرت معانا من بداية الأزمة، وكانوا متواصلين معانا أول بأول، خصوصا حنا جاي من منطقة بعيدة تبعد 500 كيلو من منطقة سنار، فكانت أثناء الرحلة كانوا يتواصلوا معانا كل ساعة بساعة واستقبلونا بالخرطوم استقبال فعلا حسونا أن ما في أي مشكلة ويانا، وبالفعل يعني احنا نشكرهم على الجهود اللي هم قدموها لنا. من جينا تاريخ 6/4 للآن ما واجهنا أي مشكلة بالسودان أبدا، وصارت الأزمة والسفارة ما قصرت، والله يعطيهم العافية من السفير لأصغر واحد، وانتم والله يعطيكم العافية، والحمد لله احنا بأمان بخير ونعمة، ولا ما وجدنا أي مشكلة صارت لنا ولا صار أي شيء، الحمد لله والله يعطيكم العافية. المواطنون أكدوا أيضا اللاصحة لكل الأخبار التي تتحدث عن مخاطر تعرضوا لها. صراحة اللي قاعد نشوفه بالسوشيال ميديا هذا كل كلام مو صحيح، أمورهم طيبة والسفارة صراحة ما قصرت معانا، خدمتنا وتواصلهم ويانا 24 ساعة صراحة، وحنا كان أصلا تمديدنا أكثر بس ردينا عشان أهالينا وهذا، لكن أمورنا كلها الحمد لله تمام. موجودين في الخرطوم وكل أمورنا طيبة، وحجزت لنا السفارة فندق وحجزت لنا تذاكرنا، وباكر إن شاء الله مغادرين. طمن أهلك في الكويت. الحمد لله والشكر، وضعنا 100%، ولا عندنا أي مشكلة ولا واجهنا أي مشكلة. اهتمام واضح أبدته سفارة دولة الكويت لدى السودان بالمواطنين الكويتيين الذين عايشوا الأوضاع الاستثنائية الأخيرة التي مر بها السودان، اهتمام أكبره المواطنون وأثنوا عليه، وأكدوا أنه يمثل دليلا واضحا على اهتمام دولة الكويت بمواطنيها أينما كانوا. نزار البغداوي، تلفزيون دولة الكويت، الخرطوم.